ودي يمكن المشكله. احنا بنقول دايما في ناس تروح تشتغل بس مش حابب يشتغل في الشغلانه دي فما بينتجش. لازم، لكن انا بقول دعوه للشباب كلهم ان هم ينظر يعني انه يشتغل، يبتكر يروح يشتغل. وقلت حاجه تانية، لو واحد مصري هاجر راح اي دوله تانية بيشتغل في اقل الصناعات بيشتغل او الاوراق. اقل شغلانه. طيب السؤال التاني وده مهم جدا، انا عندي 5 مليون مواطن، مش هقول لاجئ، لا احنا انا ده اللي نطلق كنت لسه اقوله لحضرتك، وبيشتغلوا كل عندنا العمال ناجحين. 5 مليون، منهم 3 مليون تقريبا سوري وعراقي ويمني، فاتحين مشروعات مش فاتحين مشروعات. بدأوا بمشاريع صغيرة طب في السؤال الشارع، التاني، دلوقتي كبرت. السؤال التاني، يبقى احنا كان عندنا 3 مليون فرصة عمل موجودة واحنا ما بحثناش عنها. هو ده الكلام اللي انا اقوله، كلام منطقي، مش بتكلم كلام في استوديو، لا المولك كلام منطقي. النهارده في عندنا ناس جت عمل مشروعات وعمل شغل، خلق شغل، هنقول خلق شغل. طيب هل الشغل ده ما كانش موجود؟ لا كان موجود. طب انت ما دورتش عليه؟ ما دورتش عليه. احنا منتظرين الشباب، منتظر ياخد الفرصه الكامله. انا بقول لا، خد نص فرصه وعظمها تبقى فرصه كامله. فهو ده اللي انا عايز اقوله، شباب مصر لازم يعني، طبعا في اجيال خلاص اتعود يشوف والده موظف وهو موظف، مامته موظفه، والحياه واقفه على هذا العمل، لكن اصبروا خلاص هي كده يعني. لكن للاسف شديد احنا محتاجين يعني نظره بامان، نظره شامله ل شبابنا يروح فين ويبقى عنده القدوه. يمكن لو خدنا برضو حته تانية خالص، ان احنا عندنا النهارده حروب الجيل الرابع بتحاول تسفه القيادات والنماذج الناجحه لن تبرزها. يمكن احنا في شباب النهارده عنده نماذج، واحد بدأ بورشه وبعد كده عمل مصنع وبعد كده بقى بزنس كبير وبقى كذا، في واحد عنده مزرعه او اشتغل في مزرعه بعد كده بقى صاحب مزرعه صغيره بقى مش عارف ايه. لازم التحدي بقى